دي احنا في دلوقتي في شوب واحد فلاح. بصوا ادي دي جرارات جيات زراعية جرارات. بص عنده قد ايه جرارات اهو. ادي الجرار طبعا هنا هوت الماكينة هي اللي بتشتغل، مفيش عمال كتير، فالماكينة هي اللي بتعمل كل حاجة. بص عنده فالمكان ده كله اللي شغال فيه راجل كبير، بس بيهوى العربيات القديمة، بياخد العربيات القديمة اللي زي دي كده ويصلحها. بص العربيات دي سعرها بيزيد لما انت تصلحها وما تسوقهاش. اهم حاجة ما تسوقهاش عشان تفضل في الحالة بتاعتها اللي كانت عليها سنة 70 سنة 60 بس. فهو ده ودي هو هنا ده بياخدوا اجازة فيه، ده زي بيت بيقضوا فيه اجازاتهم، يسافروا في حتت. فالفلاحين